فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقال بأنه يأثم الإنسان إذا قرأ البسملة في أول سورة براءة؟ هل يقال بأنه يأثم إذا قرأ البسملة في أول سورة براءة؟ نعم، يأثم إذا تعمد هذا، أما لو نسي وقرأها فلا شيء، لكن إذا تعمد هذا مخالف للسنة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.